عودي معكم للمتابعة، وحطتنا هلا أرض وورد مع كندا. صباح الخير كندا. صباح الخير. تكنولوجيا مع الشتول اللي عنا بالبيت، ايه بتزبط او لك؟ ما بعرف، ما نحكي معهم يعني في لغة خاصة بنحكى فيها معهم. هاي اللغة يلي كل العالم هلا عم تحكيها تكنولوجيا، وفي كتير شركات فكرت انه هالتكنولوجيا اللي عنا اياها فيها تستعمل بعدة مجالات لحتى وصلنا حتى لمجال النباتات، وعلى نطاق صغير كما وانه على نطاق اكبر كمان. بلانت عندك بقلب البيت موجودة ببو، خاصة اذا كنت بتحبها كتير تقدر انه يكون في عندها ابلكيشن خاصه فيها لحتى تقدر تعرف مزبوط قديش بدها مي وضوء ومغذيات، واذا كان منقص عليها شيء بيجيك الارم بيقول لك لازم انه تزيد لها هيدا الشيء او عامل ثاني هي بحاجه له. في عده صار برودويات موجوده بالاسواق بهالاطار هيدا، واليوم رح نتعرف على بعض منها يلي هي اكثر شيء عم بتكون ناجحه، ويلي اكثر شيء نعمل عليها تجارب وكانت ناجحه كثير. اول شغله رح احكي عنها هي هالسنسور يلي اسمه البارت، ويلي هو مثل ما احنا شايفين هو وايرلس مونيتور للنباتات يلي عنا بالبيت. هو عبارة عن بيجي بهالطريقة بقلب العلبة تبعوله، وهو عبارة عن سنسر بينحط بقلب البلانت بقلب البوت تبعوله لحتى هون كل وحده بده يكون على وحده، اي كل نبته او كل حوض لازم يكون فيها هالسنسر هيدا لحتى يعطينا كل المعلومات عنها. طب بيعرف كل نبته بيعرف شو بدها؟ هلا رح اقول لك كيف بيعرف، لانه في ابلكيشن بتكون كمان مرافقته لهالاباري الصغير يلي موجود معنا. بس بالاول خلينا نشوف هالفيلم هالريبورتاج ونرجع نحكي اكثر بالتفصيل. لكن مثل ما شفت في كل الاحتياجات للنبته موجودين على الابلكيشن. رح فوت انا هلا بتليفوني على ابلكيشن عملت لها داونلود، وهي خاصه بهالايتم يلي معي يلي هو البارت فلاور باور. مثل ما انا شايفين رح فوت على الابلكيشن، هيدا هو شكلها. اوكي منفوت عليها بالسيتنجز، لازم يكون عندك الميل تبعك مع باسورد حتى دايما تقدر انك تفوت. وبعدين الايكونز يلي موجودين هون، في عنا الفلاور باور مثل ما انا شايفينها يلي هي عطيني 1 لانه انا ضويتها قبل، هي فيها بطاريه بس تحط البطاريه بقلبها بتضوي، واكيد بدها تشتغل على البلوتوث تيكون في تعاطي بين الابلكيشن والاباري اللي معي هون. فاذا هي شغاله اوكي. هلا يلي بدي اعمله بدي احطها بقلب النبته تبعولي، انا اخترت انها تكون انتوريوم. هلا وقت اللي بدنا نحطها بدها تكون جلسه اكيد، وبدنا نفوتها لاخر التراب. بدها تدق بشروش يعني ولا بدها تدق بالتراب؟ هو اهم شيء انه القسم يلي شايفينه كان من المعدن هو يلي يكون بقلب التراب لنوصل للقسم الاخضر يلي هو من البلاستيك، شكلها حلو بقلب البو كمان. وبدنا ننتبه انه محل ما بدنا نحطها جوزيف تكون مبينه مزبوط، هيدا هو السنسر تبعولها، ما لازم انها تكون مغطيه بالورقه ولا لازم انه يعني تكون تعرف تقرا شو بدها النبته، تعرف تقرا شو بدها النبته بالضبط. هلا من بعدها يلي بيصير بنفوت على الابلكيشن نرجع مره ثانيه، ورح نشوف هلا اذا كانت عم تشتغل ولا لا. بدها تبلش تعمل سينكرونايزيشن مع هالنبته يلي هي موجوده، وعطيتني انها عم تشتغل، عند البلوتوث عم يشتغل وصارت موجوده عليها. هلا
فوت على ماي جاردن. انا قبل كان عندي مثلا سباتيفيليوم كنت عم بستعملها اياها، عندي اياها هون. يلي رح يصير بعثت لك مسج الشتله. لا بعد مش الشتله. يلي رح يصير رح ازيد بعمل بلس على بلانت، بقول لك هون تيك ا بيكتشر اوف يور بلانت، فيني انا صورها للبلانت يلي عندي. رح صورها اوكي، رح تطلع كارمن بصوره كمان. اوكي هلا من بعدها يوز ذا فوتو، بنحطها صار عندي اياها. ستيب 2 رح تكون نيم يور بلانت. هلا فيني انا اسمي البلانت مثل ما انا بدي، فيني اسميها مثلا عالم صباح او فيني اسميها باسمها. مش اسمها الحقيقي لازم لتعرف شو بدها؟ هو بيعطينا مبلا هلا بنوصل لها، بس هو بيعطيك مثلا انك تسمي النبته مثل ما انت بدك. انا رح سميها باسمها لحتى، والافضل انه نسميها باسمها لحتى ما نضيع. فاذا هي سباتيفيليوم انتوريوم. اوكي انتوريوم ا ان تي يو ار اي يو ام، سميناها انتوريوم. اوكي دان. من بعدها بيقول لك فايند ذا بلانت بالداتا بيس تبع الابلكيشن، رح ننبش عليها نعطي انتوريوم، مننبش عليها. اوكي هو بيعطيك نوعين من الانتوريوم يلي موجودين عندي، الانتوريوم هايبريد يلي هي هاي، بنقول له اوكي. هلا بده يبلش ينبش عليها. اوكي وبيقول لك مونيتور ويز، لانه اذا عندك اكثر من اباري واحد، الاباري كل واحد عنده الرقم تبعه. انا عندي الرقم تبع الاباري يلي عندي اياه، فاذا مونيتور ويز هل اباري يلي عندي، بيقول لك هو اوريدي كان عم يشتغل على نبته ثانيه يلي هي السباتيفيليوم، بدك انه تغير؟ ايه بدي انه غير تنحطه على الانتوريوم. مش غير يعني بدي زيد، يعني فيها تشتغل على كذا نبته. ايه بس مش بذات الوقت، يعني فيك لوقت معين تشتغل على السباتيفيليوم وبتعطيك جراف كيف تشتغل، بترجع بعدين بتنقلها على هي ذاتها بتنقليها ولا بدك تحطي لك كل نبته وحده؟ بتقدر، بس تكون موجوده على هالنبته معناتها هي عم تشتغل على هالنبته. هلا الستيب يلي بعدها بيسالك اذا هي ببوت او بسويل. هي ببوت اندور او اوت دور، هي اندور. وصار عندي موجوده هون، وهلا هو موجود على الانتوريوم. هلا بس الابلكيشن بتحمل اكثر من وحده؟ يعني انا اذا عندي خمس نبتات لكل وحده حاطط لها وحده، في اوصلهم على نفس الابلكيشن؟ توصلهم على نفس الابلكيشن، صار عندي صوره لاثنين بس. كل نبته لحتى يكون عندك دائما ريل تايم قديش او شو الاحتياجات تبعولها، بدها يكون موجود الاباري بقلبها، او بتقدر مثلا على فتره تشغلها على الانتوريوم، بتكون صرت عرفت كيف الترند تبعولها، كيف لازم انك تهتم فيها، بترجع بتنقلها بعدين على نبته ثانيه. هلا الحلو فيها هيدا اللايف مود، يعني هلا هي شو عم بيصير فيها. اوكي عم waiting for data لحتى تعطيني اياها. هلا مثلا على عم تشوفوا هالخط يلي عم بيشتغل هون، هيدا اللي بيعطيك قديش الضوء، قديش مستوى الضوء بالدقائق. اوكي مثل ما انا شايفين مثلا بدي اشوف المي اللي هيوميديتي هي قديش، ننقل على الهيوميديتي. نايس شفت قديش سهله. بيرجع بعدين على الحراره، الحراره 23 درجه مثلا، والانجري. هلا بيقول لك not available in live mode لانه بده وقت لحتى يقدر يشتغل يشغل راسه لحتى يقدر يعرف اذا كان بدها ولا لا. عاده بس تحطها على اول نبته بيكون بدها وقت لحتى تقدر تحصر شو عندها معلومات، ومن بعدها بيرجع بيعطيك هيدا الانتوريوم، بيقدر يرجع يعطيك جراف. يعني هون بيرجع بيرسم لك جراف او جرافيك شو عم بيصير، انه وين علي اكثر شيء مستوى المي وين نزل، وبيرجع بيعطيك الارم بالتو دو ليست. في عندك شيء اسمه تو دو ليست يلي هو بيعطيك بيرجع بعدين شو لازم انك تعمل. هلا هون انا بعد هو ما بيعطيك على النبته هي شو بحاجه غير انت شو صاير فيك؟ بلا هلا بيعطينا اياها وقت ما نفوت على الماي جاردن، بنفوت على النبته هي نفسها. نعم اوكي لحتى بقلبها في عندي ساعتها الفوتو يلي انا اخذتها، في عندي ديسكريبشن للانتوريوم بيعطيك كل المعلومات يلي هي بدها اياها. اوكي اوكي بيعطيك البلانت شو بدها، شو احتياجاتها اساسا مثلا، و
شو لازم انك تعمل، بعدين بلانت كير بنص مكتوب كمان شو لازم انك تعمل مع الصور تبعوله، عندك كل التكست يلي بخبرك شو لازم شو لازم له بالمبدا للنبته، وبعدين الابلكيشن بتقلك هالنبته هي شو الاحتياجات يلي ناقصتها. فاذا هيدي هي الابلكيشن حلوه كثير، يعني تخيل انت بتكون بالشغل منك بحاجه تكون حدا للبلانت، بيوصل لك بليز لازم تسقي نبته الانتوريوم او الاوركيدي يلي عندك، او حطتها بمحل في لازم تزيد لها، او مغذيات ما بقى عندها كمان بليز اعطيها بعض المغذيات. حلوه وتكنولوجيا حلوه يعني تكنولوجيا. وانا بقول انه انا بفضل يعني عامر ما بقى تجي يوم السبت، لانه صار في عندنا حدا ثاني بيقدر يحكي عن تكنولوجيا. يعني عامر خليك بالبيت بترتاح انت، لا بتريحنا انا كمان. بقول بركي ما صار في حدا يقلكن عني شو لازم تعملوا. لا لا عنك ما في غنى، ما في، لا 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 نووي. بس انا رح اقول شغله هيدي هلا رح نتركها فيها، لانه بدها 24 اورز لحتى مثل ما قلت تبلش تعطينا داتا. رح نتركها البارد بقلب الانتوريوم يلي عنا، نهار التنين رح فرجيك على الابلكيشن شو بتكون رسمت لي جراف، شو صار بهالنبته، شو صار بترابها، ورح نشوف كمان تطبيقات تانية وتكنولوجيا تانية موجودة بعالم النبات. مثل ما قلت هالقطاع اللي عم بيتطور كتير وعم بيوصل حتى لقلب بيوتنا وعلى قصص صغيرة كتير حلوة كمان. Thank you كندا. مرسي مرسي, مرسي على المعلومة القيمة. لكل المشاهدين بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة نحن وياكم. زودياك مع كارمن واتصالاتكم المباشرة.